عليا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشوف هذا منين. ألو ألو ألو، شكون معايا؟ أنا هدرت معك آخر مرة نسيتي، فين هدرتي معايا؟ ماشي 20 يوم هدرت معك خطيب محمد اللي في دبي، نسيتي؟ ولكن فين؟ أنا نسيت. في دبي في واحد هدرتي معانا؟ هدرت معك نسينا وملي سولت فيك قلت لي شكرا على كلام زوين. ولكن فين؟ واش في الفيسبوك؟ واش في التيك توك؟ واش هنا في لا الواتساب؟ لا في الواتساب، بلاتي نشوف بعد واتساب واتساب عندك الميساجات. واش هضرتي معايا الصوت ولا بالكتابه؟ بلاتي نشوف. هضرت معك مكالمة. لا لا ما هضرتيش معايا، وقيلا وقيلا غلط. والله العظيم تم مكالمة وربي شاهد عليه هذا النهار، ولكن في واحد شاهد هضرتي، شنو كان الموضوع؟ علاش هضرتي معايا؟ تفضل عاود لي. انت انسيتي، انت ما قلتيش سميتي عندك. لا انا ما قيدتهاش، ما نكذبش عليك ما وانا قيدتهاش. قلت لك العشية هذه شي 20 يوم تقريبا ولا اكثر، شي 25 يوم. واخا شنو كان الموضوع دابا؟ حنا قول لي غير شنو كان الموضوع. الله يجازيك بخير، تفضل. انا ملي هضرت معاك اول شيء قلت لك انا كنشكرك على الفيديوهات ديالك الزوينين على كل شيء وكذا ايوه وكذا وكذا، قلت لك شكرا اها وقلت لك انا من بعد نعيط لك، قلت لي اوكي، قلت لي شكرا اخويا على الهضره الزوينه صافي، قلت لك انا كنشكرك متبعك يعني متابع ديالي شكرتيني وقلت لك شكرا صافي. هادشي اللي كان كاينه شي حاجه ما تضيف لي دابا؟ هانتي عيطتي لي دابا شي حاجه جديده جبتيها لي، مرحبا بك تفضل. وقلت لك انا اصلا قلت لك تقيد الرقم ديالي عندك، وعلاش اخويا غير اوكي. وعلاش غنقيد الرقم؟ يعني واش غتزيدنا شي جديد؟ عندك شي غرض في شي حاجه؟ غتضيف لي شي حاجه؟ غتشارك معايا في شي موضوع؟ عندك شي غرض معين؟ باغي نساعدوك في شي حاجه؟ يعني تفضل. ما فهمتيش عليا يا اختي حنان، ما تفهمش الموضوع بالغلط. شو ما نعيط لك انا ما تقولش شكو معايا، اعترف بان من عز ما نقدرش دبي ما او نقدرش الشمالي. ما نقدرش يا وليدي نزمم هاد الارقام ديال الناس كاملين. عرفتي شحال كاينين ناس سي محمد؟ يعني الا قلت لك الناس العدد ديالهم فانا غيكون واقيلا فيها العجرفه. الناس كثيره سي محمد، وما يمكن ليش نسجل الا كان شي موضوع مهم او شي مساعده او شي موضوع او شي حاجه. غنزمك وخليك مزمم لان اكيد باش نتذكر. اما الا كانت غير الهضره هيدا وصافي باش تقول لي شكرا، شكرتيني جزاك الله والف خير عليه، حنا قلت لك انا رديت عليك بالشكر، فانا كنظن يعني انتهى الموضوع. ولكن الا كانت بقى شي حاجه غادي تزيد عليه فبطبيعه الحال غنسجلك. دابا الا عندك ما تزيدنا غنسجلك، ما عندك ما تزيدنا ما عندي علاش نسجلك. هذه هي الحقيقه ماشي الغلط. انا ما كنفهمش بالغلط، انا كنفهم مزيان. تفضل السي محمد. انا صلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ها انت اول شيء الشماليه ديالنا انا ود بلادك اسيدي. واخا تكون من الصحراء، تكون من الرباط، تكون من كازا، تكون من طنجه، تكون من العرايش، شو واخا تكون منين ما بغيتي تكون كتبقى مغربي بوان فينال. ماشي على شمالي ديالي تكون، واخا تجي من كازا ولا كي حنا كاملين فحال بعضنا. دابا شحال بالخاطر اعطيني المفيد. بنتينا معصب غير مشكله. نقول لك وليدي الله يرضى عليك، اسمعني نقول لك واحد الهضره. خليو النساء الرجال عليكم والله يجازيك بخير، وخلينا من الهضره الخاويه. انا قلت لك الا كاينه شي حاجه ما كاينش، انا باش تهاود معايا ما عندك ما تهاود معايا، ما عندك ما تقول لي الا ما غتفيدني حتى في شي حاجه. جزاك الله الف خير والسلام عليكم ورحمه الله. الله يعاوننا ويعاونك. لا بسالة والو، هو وستيتوين هذا باقي عايز شمالي ديالك كابو. من بعد شمالي ديالي شما تعطيني كاع؟ شما تعطيني غتطلع لي القمر؟ ما تكون شمالي ولا تكون كازاوي، انا بالنسبه لي ما بقاش تجون عندي. بقى تقولوا لي لا شمالي ولا طنجاوي ولا كازاوي، هضر معايا شنو باغي. قول لي اختي حنان باغي كذا وكذا. شكرتيني ذاك النهار قلت لك شكرا صافي. لا زمم اسمي، ومن انت باش نزمك انا عندي في التليفون ديالي؟ لاش باغياك انا؟ بعد ما نفهمش انا البشر هادو واش ما كيخدمش هذا عندهم مزيان. انا ما كنزممش الناس في التليفون ديالي، علاش؟ من اجل ياش كاين شي ما تفيدنا مرحبا، عندك شي موضوع مرحبا، كاين شي حاجه مرحبا، ما كاين والو زلق فهموها. وما تبقى تقول لي لا شمالي ولا جنوبي ولا صحراوي ولا شمح، بوان فينال. هذه هي الهضره صافي عندي. انا واحد المره الراجل ما عنديش نبقى نتصيفط انا هنا في التليفونات مع الرجال، بوان فينال. عند الله تنزل عليا النعله، واخا راجلي يشفني ولا ما يشفنيش، انا ما كيحكمش فيا راجلي، ولكن انا مع الله ندي النعله. خويا
شي حاجه شي موضوع شي حاجه غتفضل، ما كاينش الله يعاوننا ويعاونك. اه كنقول ليه هضرت معاك دابا يكون معايا راجلي جالس يسمع الراجل هضر معايا، كنقول له فين هضرتي معايا؟ قال لك في التليفون، قال لك شكرني. ايوا شكرني الله يرحم، ماشي عيب، الله يرحم الوالدين، شكرا جزيلا وشكرا. قال لي نزل من التليفون ديالو، انا بني ادم قلت له ان شاء الله. دابا جا كيقول لي علاش كتقول لي شكون انا؟ اي فين شكون انت ما كنعرفكش؟ ها عما زمنتينيش باش منين عيطت لك تعرفني انا محمد دبي. دبي انا لا اعترف بدبي. انا اعترف بالمملكه المغربيه. سير سير ولدي سير. قال لك محمد سيمو، سيمو دي ولا ما عرفتش سيمون كيسميوها ليهود هما اللي كيسميو سيمون. يلا وسير وليدي الله يرضى عليك براكم من البساله وخليونا ترانكي. بعدو مني انا بزاف، انا ها اللي ماجي من هذا ها اللي ماجي كل واحد ني ماجي. كنقول اخويا قول لي شنو بغيتي. لا اختي حنان بغيت غير نتهاود معاك. مشي تهاود مع يمك، سير تهاود مع يمك. قالت لك حنان الا عندك يمك هي اللي اولى بك تهاود معاها. حنان ما عندك ما تهاود معاها، اش غتقول لي؟ اش غنقول لك؟ انا كيتهاود معايا راجلي، الحب ديالي كيتهاود معايا. هاي نورك، طلل عليا طلل طلل. والله الا شمالي ديالي، شمالي ديالي نسمو له في التليفون ديالي ونجلس نهضر معاه. وتكون شمالي، وتكون شمالي، ما معنى شمالي صافي نقطع على الحدود بيني وبين الله. ميتك هادي ولا سير سير ولدي سير. لكن نوريك مع من كنهضر ولا من كنزمم انا. ها لمن كنزمم انا حبينو ديالي، ها هو ها هو، هذا اللي كنهضر معاه وهذا اللي كنتاود معاه، هذا اللي كنشطح معاه كنهضر معاه ندبز معاه كلشي مع هذا. من الرجل الوحيد من غيره انا لا يوجد بالنسبه لي رجل على الكون. سمعت يا ولدي حبيبي؟ صافي انا بغيت نقول لك مون امور باش يسمع العالم باننا كنهضر مع راجلي. ياك ما كنتي كتفرج فيا؟ اه وا اوكي يلا صافي صافي من بعد نعاود لك. سير سير الحب سير، راك لي جنابي وقتها كحضرتي الله يسرك وهبطتي كطير. تشاو تشاو تشاو. العجب يلا هو صافي هاو سمعتي. المهم غادي نبداو الموضوع. يقلب على الجنسيه. هي انا الباسبور الاحمر ديالي ما شبرت حتى تكشفت، انا الباسبور ديالي ما شبرت حتى كشفت. جنسيه شيطان باش نعطيها انا؟ واش نتوما حومق ولا؟ الجنسيه ديالي انا ما كنعطيها لحد. الجنسيه ديالي اسبانيا عطاتها لي الله يكثر خيره. اسبانيا ديالي العزيزه ديالي، حتى هذه بلادي وارضي. الله يحفظ اسبانيول، الله ينصرهم، الله يحييهم. الله تعالى وتبارك يسترنا هذا الري حتى هو، هذا الامير فيليبي عاود هذا الري فيليبي الله يحفظه، ليتيسيا الله يحفظها، ديك الوليدات الله، ديك البنيتات الله يزيد لها فيهم. لا الحبيبه الجنسيه عطاوها لي لينا احتفظت فيها تحت يدي، اللي بغى شي جنسيه يمشي يجري موراها. نو جنسيه الله الا قال لك علاش ما زممتيش الرقم ديالي عندك في التليفون ديالك؟ نزم الرقم ديالك عندي. وشكون انتي بعدا؟ شكون انتي باش نزمم انا تليفوني عندك عندي؟ علاش من اجل ياش نزمم انا واحد الراجل عندي في التليفون ديالي؟ شمن علاقه كتجمعني به؟ لانك ولد الشمال، والشمال عمره بالرجال. الا كان على هيدا انا باش نبدا نعيط كل نهار للشمال. يلا الناس مرتي رجال، مرتي راه التليفونات رجال تيكو، رجال طنجه، رجال العريش، رجال دقصر، وجمع انا رجال كامل. واش هاد الناس؟ واش فكروا عباد الله؟ فكروا بالعقول ديالكم، سيروا تعملوا شي شغل الا عندكم، سيروا تخدموا على راسكم، خليوا بنات الناس عليكم وخليوا النساء الحر. راني ما نصلحكم شي انا، انا ما نصلح حتى شي واحد فيكم من هنا، انا ما نصلحش. كنقولها بالعربيه، فلهذا المعقول مزيان، المعقول كيدوم والخريف معنا ما نعملو بهم. بنادم عيط شكرنا قلنا له شكرا جزيلا، قال لي زمم ولا ما قاليش انا ما عقلاش، لان بزاف الناس كيتصلوا. قلت له ان شاء الله من باب الادب. صافي مشى كل واحد فحالو. دابا ماجي السيمو وانا هضرت معاك وما عقلتيش وما زممتينيش، ما تزيدنا شي حاجه؟ عندك شي حاجه ما تفيدنا بها؟ مرحبا تفضل. كاين شي موضوع؟ تفضل. وانت ما عندك والو لي جاي؟ جيت تهود زعما معايا؟ سير تهود مع يمك لولداتك، قلل عليها الوقار وطيح عليها الدناءة ديالك والوسخ ديالك. اما انا ندردك على مليار منك اشرف من ماشي غير من الاصل اللي جيتي منه انت.
جمع مليار منك ما يسويش حتى الطفر اللي في رجلي. يلاه تقعدنا عند الباب وسر الله يعاوننا ويعاونك. نسيو الامثال ديالك اللي باقي رافينا كيتفرجوا فيا وباقي باقيين عادي يدخلون عندي. عيقتو سيروا عطوني باتساع فهمتوا؟ سيروا راه مش ديو غير ما يعجبكمش انا بعدا من عندي. اللي ما يعجبكمش غادي نشوهكم. هادي هي العربيه بصح. يلا اويلي ما قال حتى كلمه العيب. لا ما قال حتى كلمه العيب. لا ما قال والو. جاي عندي يدير اجي دابا نتوما خايله بالله عليكم. واش انا هاد الراجل واش ياك داخل التليفون ديالي؟ انا ملي غنزمم التليفون شي واحد انا كنهضر مع الناس الواعيين ماشي مع داك المكلخين واللي سوق اللي رخاص. انا ما كنهضرش مع الرخيصات. انا كنهضر مع المراه الحره اللي بالشرف ديالها. خليني من الرخيصه. دابا انا نفرض مثلا زممت واحد الرقم لواحد السيد داخل عنده مورياش داخله غنعيط له مورياش غنعيط له. اذا انا عندي واحد الهدف واحد الهدف عندي وداك الهدف نقولوا للراجل ما بقاش نضيع لوقته ماشي مشكل. ندخل وقول له فلان انا عيط لك مره اخرى عيط لك دابا انا جيت عيط لك انا كنعيط لك على كذا الامر كذا وكذا وكذا وكذا. بقى داك السيد مرحبا ما بغاش السلام عليكم ونمشي بحالي نساحب صلات عندي غنبقى ندور اللعابه يلعبوا لعبات داكشي التحضيري والحضانه. انا ماشي مراهقه انا عندي 16 عام بقى خصني عاد نحب فهمتهم. انا كمات مراهقه شحال هادي فهمتوا كيفاش. وحتى الا بغيت الراجل انا كنجيبو راسي براسي ما كنخليش الراجل يفتش عليا. انا داك الرجال اللي كيفتشوا عليا كاع ما كنشوف فيهم. انا كنعمل انا ملي كنبغي الراجل ونبغي شي حاجه مزيانه انا كنشوف فيها. انا اللي كنمشي كنختار داك الراجل كنقول له انت عجبتيني وانا باغياك وما كيرجعليش الكلمه في وجهي. اما داك الرجال اللي كيجيو موري هذوك بعدا يلاه سيروا صلاه على النبي حيدوا مقدمي وخلوني نعمل الموضوع ديالي. اذا غادي نبداو على بركه الله تحيه الاسلام شكرا كريم بارك الله فيك. اذا اريا نعملوا بارطاج نعملوا بارطاج نعملوا بارطاج غادي نبداو الموضوع. اذا موضوعنا اليوم وهو المراه والواجبات ديالها من كتتزوج في المجتمع ديالنا العربي. يعني الرجل بعض كاين واحد الفئه اللي كتفتار اللي كتعتقد بان ديك المراه ملي كيتزوج بها جابه على اساس باش طيب وتحدد وتبلانشر. هذا هو الهدف المغزى ديالو الاول. يعني طيب له وتوجد له هذا. كيفاش عرفنا حنا هذا الشيء؟ هذا ملي كيقولوا له واش باغي تزوج كيقول لك انا باغي نتزوج لان باش ما نبقاش عايش بوحدي باش نجبر سمعش كيقول باش نجبر اللي يحدد واللي طيب واللي يجفف واللي هذا. سوري يا مستر انا اسفه كل الاسف اليوم ولكن اليوم يعني غيكون عندكم درس وعبره لمن يعتبر. المراه ملي كتعمل معاها عقد الزواج ماشي واجب عليها تدخل لك الكوزينه تطيب لك. يعني في كارت الزواج خاصها تكتب. حنا ما عرفناش واش عقد النكاح ولا عقد الطبخ. انا ما عرفتش هذاك العقد انا قريته عاود قريته ما عرفتوش واش عقد النكاح ولا عقد الطبخ وعقد المصبانه. انا باقي ما عرفتوش بقيت كندور ندور ندور ما كاينش. والحاجه الامر اللي انا يعني خلاني نتسائل كنشوف انا الخليج اغلبيه ديالهم النساء الخليجيات عندهم خادمات. طرحت هذا السؤال بغيت نعمل عليه واحد البحث واحد لونكيت. قلت علاش الناس عندهم كاملين تقريبا عندهم الخادمات؟ لان عارفين بان المراه الا قالت للزوج ديالها انها ما غتطبخش خصو يجيب لي طبخ. هي الدور ديالها تربيه الاولاد وتقوم بالواجب ديالو. هذا الشيء اللي غيدخل في هذا العقد. هذا حنا ما عندناش العقد الطبخ والعقد التصبين والعقد النشير والعقد الشغل الدار والعقد هذا ويقول لها هذا شغلك وهذا الشيء خصك تعملو وديرو عليها في الحوايج. حتى راه ما كاينش. ما احنا المشكل ديالنا وهو ان الاستعمار ملي كيخرج وهذا الشيء راه كيخلي الاثار ديالو السلبي من مورانا. ومن بين الاثارات الاستعمار هو الانسان ما يعني كيحرمه اول حاجه من العلم والبحث. اذا هنا كنبقى ديك الفكره ديال الخوف والتخوف صافي كيعملوا لهم فواحد المدرسه ان البنت خصها تتعلم كيفاش طيب وكيفاش وكيفاش وكيفاش. المراه ماشي واجب عليها الطيب. واللي كطيب اليوم غا كتعمل فيك الاجر وكتعمل فيك صداقه
ماشي واجب عليها، وماشي واجب عليها تعمل الشغل بالدار الا بغات، واجب عليها تربي ولادها. اه هذيك هي شغل الدار. بغيتي تعمل له شي واحد اللي يجي يقابل شغل الدار، هذاك شغلك هذاك، لان بين الشغل الدار والتربيه ديال الاولاد عليها كيقولوا الراجل خصو المراه دير راجل كبير عليها، لان المراه كتشرف بطبيعه الحال ما تشرف. ها الدار ها العيال ها الطبخ ها التصبين ها العجين، هذه خصها يكون عندها، هذه سعيد عويطه، هذه تايسون، هذه ماشي المراه، هذه تايسون ماشي المراه. ام العذراء ما تشرف. انا حنا يعني خصنا نردوا البال لهاد النقط. حقا شو كيعدلوا لهم داكشي، حقا الراجل الكبير لان المراه كتشرف، المراه كتكبر وتشرف ثمارها، والغدايد والتعب والمشقه هي اللي كتعبها، والكوزينه والدخان والكشاكش والبخار طالع في السماء، فهمتوني، والكازا طالعين عليها كتشرف وكتعوج بالغدايد وبالتعب والثمارة. حقا عدلوا لها الحال هما، حق المراه كتشرف. لا ونعطيو ديك الثمره للراجل ونشوف كيشرف ولا ما يشرف، غيتقوص ماشي غادي يشرف وصافي من طبيعه الحال. لا حق المراه، والمراه بارك عليها، غير الولدان الرجال خصهم يعرفوا، غير الولاده بارك عليها، وتربيه الاولاد صافي بارك الله يخلف الله يجعل البركه. عاد زيد طيب عاد زيد، انا المصيبه هذه حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خلى هذه الثقافه هذه وزاد، قسما بالله كنقولها انا بكل افتخار، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلات تدمن هذه المراه نهد الصيف يعني بالتعب وبكل شيء والتدمير وبزاف ديال العقول باقي الى يومنا هذا. هذوك ديك الريوس ديك الجماجم ديك ديك بركابس وهذاك الراس اللي كيكون مقرا ما والو سخط الله ماشي مشي دوار، عرفتوا ديك الدوار المنسي ماشي عرفتي، وخصو غير ما ياكل وغير ما وكيبلط عليه ويخرج داك الشلاق، الله يستر يا ربي يستر، انا نشوف نهرب عرفتو نهرب نهرب، الله يستر داك الشيء كيخلع خصو. وهذاك وهذاك عرفتي شنو، هذيك المراه خصها تبقى الله يستر بالعجين ديال الرغايف وداك الشيء هذو ديالها كيطيحوا، الله يستر كيطيحوا. المراه كتجي هاد الدوره الشهريه راه الهرمونات ديالها كيطيحوا بزاف الحوايج، وهذه مصيبه مع هاد الحياه هادي في هاد المجتمعات هادو. العبيد العبيد العبيد، كتقول لكم حنان العبيد بمعنى الكلمه، وها اسبوع ديال هاد الراحه باش درت صح ما كايناش، خصها تخط طيب وخصها تقابل وخصها تصبن ام سوري ام سوري اختي ديالي، هدا تقلل على شويش على راسك حاط لك حنان. هادي نقول لك انا من هنا ان عندك اقرا العقد ديالك شنو فيه، شوف نعطيك مثال، ما معنى العقد؟ العقد انك انت وهذا السيد اتفقتوا على مجموعه من النقط اللي خصكم تاديوها في هذه المؤسسه، فوق كيعملوا عقد النكاح. ايوا حنا ما شفناش تما عقد الطبخ او عقد التجفيف، هذاك الشيء كامل هذيك غا خلوها خشوها لنا حنا، لينا هما كيخدموا 6 ساعات 8 ساعات ويمشيو يريحوا مع راسهم، وقال لك حق الراجل خصو يكون كبير على المراه باش المراه ما تشرفش. وهاد النساء كاملين اللي كنشوفهم انا كيكونوا كبارين وكيعبيو الرجال عليهم صغاري كيبانوا عليه قد الرجال ديالو، ما كاينش واحد الفرق كبير، ما كتعمل لا شغل ضد الدار لا والو، جالسه رجل على رجل هيدا كتعمل تحفه. وهذيك مسكينه اللي دقدقت في شغل ضد الدار وفي المسؤوليه الكبيره، تصور المراه حامله خصها تعمل شغل ضد الدار، مراه حامله كشا مش هكا خصها تحط طيب والله لا كلاها، هو خصو يطيب لك. ولكن للاسف تصور هنا في اوروبا قسما بالله المراه كينايدوها من نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث كتجي كتجبد الدار، عرفتي هنا في اوروبا شحال من وحده عاوده ثاني، اقسم بربي الكعبه السيد كيطيب ويصيفط القشع في الفريغاديرو، ما يخصش القشع كيستنى حتى تخرج هي من السبيطار والده باش يغسل القشع، كيطيب السباكيتا وكيسيب الطجره في هذا المغروف مسيب تما كلشي مسيب تما، الدبان مجموعين في الفريغادير والدنيا حالته وكلشي مقلوب، الماندو ديال التلفزيون ما عافين هو والفراش ديالو مقلوب حتى صابه لا ما بدلها. كيسنى حتى تخرج هي المراه غادي تخرج خاصها، ومنين تجي كيقول لها غطيب شي حاجه ولا نجيب لك شي حاجه من برا،
خط طيب زعما كيقول لها غتحرك على يدك ورجلك وزعما يلا نوض نوض العده نوض دغيا نوض. المراه الحامل منك كتوصل من 3 شهور ما خصها طيب، ما خصها تجمع، ما خصها ترفد، ما خصها تعمل على طهره، خصها تجلس وتصنت العطيباته، تعمل القران في يدها ورجل على رجل وتقرا القران. اسمع بلاتي انا نايضه، انا ماشي انا ماشي بلاتي بلاتي حبيبتي بلاتي حبيبتي بلاتي. ها المرأة الحاملة شنو خصها تعمل؟ في الصباح تقرا الأحزاب، فين وصل دابا أنا؟ أنا غادي نكمل. أه في الربح كل نهار تقرا حزب وتتعلم تحط القرآن ديالها في الحمل، كيخرج داك العيل صلى على النبي، هذاك العيل غادي يخرج ما نقولكش كيفاش غادي يخرج، وهو إلا بغى يطيب يطيب، هو إلا بغى يجفف يجفف، إلا بغى يعدل لاباطور يعدل، ما بغاش يعدل لا تعدل. ومالكم أنتم؟ يعني ما بغيتوش ما بغيتوش تعيقوا، ما بغيتوش تعيقوا. شنو قال لي وحده؟ واحد قال لي الشيطانه. انا ما عمرت شفت الشيطانه كتبر كتاب الله، كبرت الشياطين، لان الحقيقه مره، الحقيقه مره، وغيفهمني غاديك ولدك حتى الرجال غيفهموني. دابا في الاخر ملي كتولدو كيطلع العيل الله يستر ايبيراكتيف، كيطير الله يستر كي تقول فيه البريس طبيعه الحال. يمه الله يستر حملة من شهر السادس والسابع والثامن، مسكينه كتراكل في الدار، كتراكل الركي شوف كعبة هو ما جاي وعاد هز الحمل. مش من الحمل هذا؟ لا ماشي الحمل هذا، وبغيتو العيال يخرجوا في صفات الناس والهدوء النفسي والطباع، استغفر الله، والطباع والطباع يكون مزيان. و مستحيل والف مستحيل مستحيل. فهمتي سينا حبيبه ديالي حمله شحال عندك من الشهر؟ 4 5 على جل على جل القران. هذا هو هذه هي الفترة اللي تحفظ فيها كلام الله، واللي بغى شي طنجرة واللي بغى شي قسما بالله كنهضر معكم عن جد، اللي بغى شي جميلة اللي بغى شي طنجرة اللي بغى شي رغيفة يدو عنده يطيب ولا يجلس. سينا حملة، أنا ما كنعرفش بنادم حامل هو خصو يهز، هو اللي ما هز والو كطيب له. سينا اللي حملة، وهذا هذا تعدو في الحقيقة، والله العلي العظيم إلا تعدو، والله الا العلي العظيم الا تعدوا، قسما بالله الا تعدوا. زعما هذه هي زعما خلوكم هذا الشيء هذا في الراس ديالكم اللي غادي يخرجوا عليكم مره واحده. دابا كتعمل 30 عام مزوجه وكانها عندها 60 عام، 30 عام دابا 30 عام دوك يشيبوا، ومن عمرك ما تشيب. بين الميديو دامبيانتي، بين لي ستريس ديال الحياه، بين الدار، بين الاولاد، بين الحماله، بين هذا الراجل يقول لك خص المراه، سمعوا سمعوا، خص المراه كنجيو نضر كنجبروا فيها النسمه ديال البصله، نسمه ديال البصله هي اللي خصها الزرده الهراوه، ما جبرتش اللي يعطيها لها العيله حمله شحال عندك من شهر؟ 4 شهور. لبس كحل وعمل وعدل وعمل لباس احسن لباس، ودور وجهك عند القبله، والمصحف في يدك، والتسبيح فين التسبيح ديالي؟ عندي مزليه ما فيها منو، والتسبيح بقى هيدا كتعمل غساله، يعني هذيك الحمل كيزيد كيزيد يكبر، والحمد لله الهرمونات مطعوم، وكلشي دي ستريس، ما كاين لا ستريس ولا هرمون ديال الكورتيسول ولا حتى شي حاجه. مبتسم للدنيا تبتسم لك، وهو الا بغى شي حاجه يعملها بالقانون وبالشرع، وباش ما بغى بالقانون وبالشرع وباش ما بغى. انت ما عندكش علاش تمضل طيب ولا تزمر ولا قصك تريح جنابك. والصلاة على النبي، شكون هذا كيعيط؟ بلاتي نشوفو عاود كاين. الو 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 الو، ايوا هضر اختي، واش واقفه كتسنى؟ شنو كتسنى؟ قطع اللايف وهضر، ولا غتهضر؟ الا ما غتهضرش غنزلك. يلا مصيبه مع هاد الناس. شو دابا على كانت عيط لك بقات تصنت؟ ايه هضر حبيبتي، وانا كنسناك لان عامله الله فوق غافوك. لا انا غزاله الحمد لله، غافوك دغيا فوك. شنو بغيتي حبيبه؟ زيد دغيا باش ما يمشيو لي الافكار تشتتهم لي. انا حنان اختي بغيتك ندعي معاك فياش حبيبه ديالي. وختي الله يفتح عليك، الله يفتح عليك فتحا مبينا ان شاء الله. والراجل فين مشى عاود؟
صديقتي كنت انا دابا تنتناقش في موضوع الديابيت. يعني انا خرج كان توحم وما تفهمنيش بزاف وقع لينا شي سوء تفاهم وزاد يعني. انا على هادو كنهضر على هاد القطعيه هادو انا كنهضر وزاد فعالو انا شي، ولكن اللي خلاني انا خرجت يعني خرجت ومشيت يعني البوليس وداك الشيء وقع لي مع مشاكل في المحكمه. ولكن علاش دابا انت دابا انت حبلتي ها انت دابا ولدتي ولا باقي؟ ولو انا ولدت دابا يعني، ولكن حيت الحكم باقي هو يعني باقي عام و شهور يعني دخلتي للحبس. لا ما يقدرش يقرر ايوا المهم انا جمعية انا كنقول يعني حتى الوالدين كيتاخروا شويه انا كنت بغيت نعوض كاع شحال المغرب كاع و حتى خرجت الوالده ديالو كتقول لي زعما غير جدي غير جلسي زعما ما واعر عليك الحال وصعيب عليك الحال يعني باقي ما كاينش هادشي كاع. ولكن علاش دابستو انت وهي انت وهو علاش دابستي معاه؟ يعني الناس دابا هو اولا ثانيا رغم هادشي كامل يعني جابني ماشي جابني دوزني من الدار كيف نقولوا حنا من المعترف كيهو يعني بدك تدافع روحك على الناس فهمتي؟ ايوا يعني الناس انت واحد الجمعه تندمجيش معاه فهمتي يعني هما يقولوا واحد يقولوا داروا لي واحد بحال شي حاجه يعني داروا لي شي حاجه باش يبعدوه فهمتي يعني داو لواحد البلاصه اللي اش نقول لك لا رحمه يعني انا ما عندي لا هنايا حتى واحد يعني لا عائله فين غتخرج يعني هو خرج ما جاش يعني خرج وخلاك انت بوحدك في هذاك الحر ديال وحام يعني ما عندك حتى واحد غادي تمشي لعندو تجلسي وهو ما تفهمش اول حاجه تعافر هذا الشيء اللي ما كي الا ما توقع يعني نقولوا الا ما تحكمش في داك نقولوا العاطفه ديالو كان هو قوي في ديك الامور يعني غيخرب كل شيء اللي دي. رغم انا ندمت يعني كان يعني فهمتي ما كانش خاصني نوصل معاه كاع لدرجه بحال ايه. ولكن المشكل حبيبتي الغاليه انا دابا باقي لحد الان ما استوعبتش المشكل شنو هو. يعني الزوج ديالك داك كتكون شي مطعم المطار داك عند الناس شكون هم هاد الناس؟ ما نعرف جيران هو كان كيعرفو ما عندي حتى علاقه انا واخا هادو الجيران كنتي معاهم ولا غجيتي يعني ضيفه عندهم ولا كيفاش؟ كنت جيت عندهم كانت ولدات المراه وعيطات علينا الاسبوع ومشيت عندهم فهمتي اها انت كتعرفي يعني انا واحد الانسان اللي محدوديه فهمتي يعني ديك العلاقه ديال الجيب مرتك هادي صافي يعني كتقولي انت ما تخسريلوش فهمتي يعني هو الانسان كيجيبك حتى لجوج ثلاثه كيخرجوا كيخليك انت في الدار ان فورا اي وحده راه ما كاينش وحده غتهرب من دارها تخرج غادا تلقى نقولوا تلقى كلشي مسالي وغادا هي ان فورا تخرج فهمتي يعني ما جوجوك والديك وعطاوك في الغربه انت عارفه الغربه اشنو كاين يعني يقد بها الانسان ولا ما تاخذهاش حيت كاين بزاف الناس ذنوبهم صغار واخا انا كنعترف غلط في واحد الحاجه يعني مخزن ما فهمتي ولكن انا ما فهمنيش. ولكن انت علاش عيطتي له للمخزن؟ انا اللي باقي ما بغيتش نعرف هاد السيد علاش جبتي له المخزن شي عمل لك؟ جاتنا ماشي يانا فهمتي هكا جابتو فهمتي كنتو كدابزو نتوما واقيلا يعني صافي انا جابوني للجمعيه وصافي يعني هو ما عارفش اسبانيا وانا بقاو كيسولوا انت انا ما كنعرفش انا ماشي بزاف باش تعرف فهمتي صافي يعني هو جاوب اه بقى عليهم غير انا هذا كان معصب وصافي وتحكمات على خامين فهمتي هزوني انا جابوني للجمعيه وهو عطاو سميتو فهمتي دابا ما كتهضر يعني ورغم هذاك الشيء رغم هذاك الشيء دارت مده وجال عندي واحد الخطره ثانيه بالنسيا وجاب معاه صاحبه اللي داني عندي يعني انا ما بغيتش نركب معاه هذاك النهار يعني قلت الا حصلوك معاه عرفتي شنو غادي يعملوا لك الا حصلوك بانك غيزولوا اهلك رد بالك حتى يجوز العدد لمده والله العظيم وانا كنقول لك العيل غادي يديوه لك رد بالك لا دابا انا قعدت
الجمعيه بعيده. انا جاي دابا الا ما كملتيش العدد اللي عطاك المخزن انك ما تطلقاش معاه ومشاو جبروك معاه، راه بنك غيديوه لك صدقني. راه الناس وقع لهم هذا المشكل. والحبيبه ديالي ورد بالك قالوها لك صافي. ولك انت جايبه تقدري تكوني جايبه مده هنا. نعم. انا بنتي دابا زادت هنايا غندفع عليها لاكارت ديالها طبيعه الحال، ولكن انا غدا يساليو لي الوراق ديالي. انا طلعت على حسابو هو هو ما يقدرش يقرب لعندي. باش خاصني ندفع يعني انا قالت الجمعيه خاصها تدفع لك. الجمعيه خاصها تدفع لك فين نتينا؟ الجمعيه قالت لك يعني قالت كونترات الخدمه او خاصك نقولوا خاصو هو يجي يفيرمي لانك انت ويعيطوا له هما يعيطوا له ويجيبوه يفيرمي. انت نقول له من تما انا غنشبروا لي السيته وغنمشي ندفع. وديك الساعه اللي كانت يعني حتى بنتي قالت لك راه قدر بها خاصو يجي يسني. هو خاصو يجي يسني. لا طاسه خلص طاسه ولكن ما نعرفش دابا انا بنتي خير ان شاء الله. لا يعطيو لها شي حاجه يعطيه. انا باقي انا ما غادي نوقعوا لي حتى شهر جوج بجوج، ولكن السيده خصني نشبرها في شهر واحد. الوقت الله دابا شحال باقي لك؟ شحال باقي لك في هذا المشكل يعني هذا؟ باقي لي 12 شهر ان شاء الله. كازت ان شاء الله كازت 6 شهور. شحال جايبه انت المده هنا في اسبانيا؟ دابا انا شهر 12 عندي فيه 3 سنين تكمل كم سنة. يعني هاد السيد تزوجتي به كيفاش تزوجتي؟ واش زواج تقليدي؟ واش زواج كنتي كتعرفوه؟ يعني تواصل نقول نيشان تواصل ماشي فهمتي يعني تواصل، ولكن ماشي داك الانسان اللي كنتي كتهضري معاه في الاول. ملي جي بقى شي شكل اخر يعني محكمي فيه صحابو بزاف اكثر منك، لدرجة انا كاع فهاد الدار قبل ما يطراني هاد المشاكل كنقول له خويا يعني ما عجبتنيش كنبكي تزيط بقى كاع ما انا لا حامله ولا كاع. ولكن حبيبتي شوف بالنسبه للدار ما عجبتك شي ولا عجبتك، هنا في اوروبا الديار كاملين والانسان هو واقيلا قلتي حتى اسباني ولا ما كيهضرش. هاد السيد ما عندوش واقيلا مده طويله هنايا ولا؟ عنده 14 عام. هو كيفاش ما كيهضرش اسباني ولا كيقول لهم غير سيسير 14 عام وما كيهضرش اسباني ولا؟ هو من الخدمه عاش واحد نقول لك الخدمه ديالو يعني هو كيدير لك شي ديال الكتيبه فهمتي ديالاش يعني هو من خدم الكتيبه يعني كي الفيرما يعني يعني اصله هو من جبل يعني من القطر الكبير. ملي كتقولي له القطر الكبير كيقول لك شويه قاسي. انا درجة ان دابا انا رغم هذاك الشيء باغي نصلح كلشي. وانت منين انت الاصل ديالك؟ لكن بنته انا كازاويه الاصل ديالنا من دابا هو ملي قصر الكبير كتقول عليه قصحل. واختي اسمح لي هنا غاعد التفاهم وقع لكم. لا حتى الكازاويين عاود لا 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 هذه هضره مرجوعه عليك لان اسمع هما كيقولوا قصحل وانتي عارفاها وتزوجتي به. اذا شنو غرضك انا باش نهضر معاك؟ لا ماشي لا هذا الشيء هذا انا عاد سمعتيه خديته ما عرفاش يقصر قصحل. الله يا ودي الله يا ربي الله مين كيدخلوا لعندك سميتك مين كيدخلوش الوالدين راه صعاب شويه. الله يهدي مخلق الله يهدي مخلق الله يهدي مخلق. دابا انت اختي شوف انا غنقول لك واحد الهضره باش لان في اللايف انت باقا صغيره غادي تكون هذه واقيله الولده ديالك الاوليه. الا جبرتي ما تصلح في هذا الامر هذا ناقص بنعقش. لا ودابا انا خليني نكمل لك المرضيه. الا جبرتي ما تصلح في هذا الوضع هذا والمسامح كريم ودرجوا على حساب الوجيات داك الوليات مرحبا. لا دابا خصك تسنى. لا انا عارفه دابا ما عندك ما تعمل، ولكن خصك تفكر في الحياه ديالك. وهذا السيد هذا الا كنتي غتكمل معاه فكمل معاه فيما يرضي الله. الا كتشوف راسك ما غتقدرش تكمل معاه انا كنظن كل واحد يمشي بحاله والسلام عليكم احسن شيء. اش كيقول لك؟ كيقول لك خاصو علاش هو اصلا خاصو هو يبقى صبر يعني كيقول لك الا بغى بنته ما تي خويا هو صبر. هو انت خصك تبع راجلك وانت خصك تبع راجلك يعني تينا دابا الا كنتي كتبغيه وكيبغيك وبغى يرجع للبلاد يا خويا يمشي بحالو لبلادو وخصك تهبط معاه تبعو. اش غادي يعمل الا انت باغياه والا ما باغياهش يطرقو يمشي الله يسهل له. انا مصابكم بغا هو خصو يجلس هنايا واخصو علاش لا تقع على هنايا هذه هي المشكل. دابا انت خصك دخويا انا والله ما بقى ما بغيتش نعرف شكون اللي خصو فيكم يا خويا. انا اللي بغي انا اللي خاصو هو يضحي شويه
حيت انا تنجريت وغلط الله، واخا انا غلطت راه انا ما خدمتش. يا بنتي انا باش نعطيك واحد النصيحه، شوف راك واقيلا السن ديالك باش تكون باقا صغيره وعليا قد بنتي، انا نعطيك نصيحه في عطل الام ديالك. شوف 3 سنين عندك في الغربه راه عاد باديه، انت ما جريتي حتى زفته، ونقول لك انا من هنا راه اللي جرينا حنايا في هاد علين 30 عام باقي غطيح ونوض. فشوي وجد الصبر من عندك، وشوي وجد الصبر من عنده، شوي وجد الفهم من عندك، شوي وجد الفهم من عنده. انت ما مزوجاش بسقراط، انت ماشي مزوجه بسقراط، وهو ما مزوجش بربيعه العدويه، باش نكون معك واضحه. نعم نعم، باقي كيدرس مع دراري اللي اش نقول لك عنده الاسالي في عقله، يعني كيقول لك ما بغيتش توصلي من خدمه ما نكملش معاه. اش كيقول؟ يقول لك ما اللي توصلني من خدمه اللي ما ندير بها، اللي دازوا من هاد التجربه صافي تفاقوا كل واحد شبا طريقه في الخدام. المرا اللي توصلوا اللي توصل اللي يجيب البوليس اللي توصلوا هو المخدم. وادي عنده الحق فيها الا ما كانش يعمل شي حاجه غاف. اسمح لي بلاتي حبيباتي، الا ما ضربكش، شوف الا ما ضربكش وغاك تناقشوا وجاو البوليس، كان من حقك تقول ما كاين حتى حاجه وتوقف المشكل ديك الساعه، لان حنا البوليس كنجيبوهم. ولكن اسمح لي انا كنهضر، شوف انا ما نجي لا معك ولا معاه، انا كنجي مع الحق. الا كان كيعنفك ولكن اسمح لي اللي ضربك، انا السؤال ديالي ضربك؟ واخا يغوت خليه يغوت، حتى انا كنغوت، حتى انت غوت، كلشي كيغوت، هو العالم كاين هي حنا نرد عليك بقا يغوت، كلشي كيغوت ما يكذبش عليك، هذه هي ثقافتنا حنا خلقنا في الغوات. ايوا حتى انت والدك ما عمرو غوتو عليك، خواتك ما عمرهم غوتو عليك. ايوا يا اختي صاحبتي، لا باش نبقاو حنا نجيبو لنا الرجال البوليس على اساس انه الراجل غوت، هذه عاود ما كايناش. ايوا ما تشتيش ديك الوريقات اللي عندهم لك وجابهم، راه الناس كيخلصوا عليهم 5 مليون 10 مليون. انا ماشي كنجي معانا، كنجي مع الحق على حسب ما كتعاود لي. هنا الانسان خصو يفهم، يعني انا ما نعطيكش الحق في هذه الحاجه. الا عيط الا كنضربك وتعدى عليك جيب له البوليس، وانا نقول لك انا نزيد نغرقو معك. ولكن لا ما ضربكش وغوت لا، يعني تجيب له البوليس. انا بالنسبه لي نولد بلادك وراجلك وباباه لابنك ولا بنتك لا، صعيب الحال. هاد القاعده اللي علموكم نتوما دوره وجوج البوليس منك يجيو، واخا يعيطوا الجيران من كيجيو البوليس انت خصك تهضر، او لا عمل مترجم اللي يترجم، كتقول لهم انا اللغه ما عنديش يجي شي واحد يترجم لي. حنا كنتناقشوا حنا مغاربه، الصوت ديالنا فعلا تعلى، كنطلبوا السماحه من الجيران فقط، وكتخلي راجلك تحت جناحك. اسمح لي، ولا ماشي حنا الراجل غوت نعيطوا له البوليس. ايوا انا كلشي غادي يطلق وكلشي غادي يتفرطش وكلشي غادي يتزلق. لا 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 لا، انا هذه ما متفقاش معك. اما الا ضربك وكيتعدى عليك دك تقول عند البوليس، لا العنف لا. اما السيد غوت ولا ما غوت هذاك شغله هذاك كيبقى، لان كاين بعض الرجال طبيعتهم هذاك مع الوقت يتبدلوا. اما شكا زعما دابا انت مديتين عند البوليس زعما ما غيبقاش يغوت؟ ايه يا ودي لا ما يمكنش. الله يرزق الصبر وصافي، الله يهديك بنتي. وانا اللي قلت لك هو هذا، حاول شويش من عندك واطلب من الله واستغفر الله سبحانه وتعالى، والله يصلح امرك. هادشي اللي غادي نقول لك، الله يصلح امرك والله يصلح حتى امره. هادشي اللي غادي نقول لك. هو باقي خدام بعده ولا شنو عملوا له؟ الدواء بعدا بيتوا في الكوميساريه كنظن، دابا حتى هو توسخ، هو راه توسخوا الوراق ديالو. اه والله يصلح امرك، الله يصلح امرك بنتي، الله يصلح امرك والله يهدي. هادشي اللي غادي نقول لك. ايوا خليني نكمل على الموضوع الحبيب، الله تعالى تبارك يفتح عليك. يلا السلام عليكم حبيبتي. لا لا انا ما متفقاش مع هادشي هذا، وانا العالم كيعرفني انا الظلم ما كيعجبنيش، انا الا اجنين الحق. لكن كيضربك كيتعدى عليك ما تزيد معاه حتى حرف، عيط البوليس يجيو يربيوه. ولكن السيد غوت ليت كام كامون، يعني ما نجيبو حنا البوليس الواحد عاد غير غوات، كلشي كيغوت والله ما يغوت ولا يضربك. غوت راجلك خليه يغوت، يضرب راسو مع الحيط، يتقدح مع الحيط، فين الصوت على النبي؟ ها وحده قاتلي، عيطتلي قاتلي حنا، قلت لها نعم، قاتلي انا الراجل زيدنا انا وهو في الهضره بين قوسين غادي نعاودكم هاد القصه. قلت لها ايوا، قالت لي قلت لها شنو هو المشكل؟ عطيني المشكل، انا ما عطينيش النهايه ديال الفيلم، عطيني البدايه ديال الفيلم. قالت لي جا قال لي سميه انا ما نقدرش نزيد معك في هذه العلاقه، انا راني ما بقيتش كنبغيك. قالت لي نيت معاه قرا، قلت لها ويلي وحده صافي. قلت لها علاش تدمسي مع الراجل؟ قالت لي ايه. قلت لها شتي انا كنت مضحك؟ قالت لي ايه. قلت لها نخلي حتى يكمل وضحك، ما عرفتش نقول لهم كنتي كتبغيني. قلت له شكون اللي قال لك بعدا تبغيني اصلا؟
حنا هنا ماشي على الحب، حنا الكاغي ديالنا ماشي الحب، الكاغي ديالنا العقد الزواج والنكاح وداك الشيء، هاد الشيء غتكمل معايا واجي الحبيب ديالي ندرعو نفوسو ونقول له هنا غادي تبقى بوان فينال، ندابز معاه، خليه يقول لي واخا، على شكون اللي قال له يبغيني، انا ما قلت له انا ما طلبتلكش تبغيني، خاصك تشوف السيده تبهطت، قلت انتوما ما كتعرفوش النقطه كيفاش تحولوا النقطه من السلبي للايجابي، ونقصنا الايجابي ما تبقاش مع السلبي. من دا ماشي ما كتبغينيش نخلي حتى من طاق نقول لك كتبغيني نقول له شكون اللي قال لك تبغيني انا ما قلتلكش تبغيني حنا عندنا واحد العقد انا وياك باش درفدني ورفدك ونتسيروا في الحياه مع بعضياتنا يا حبيبي صلاه على النبي انا نسحب لك هنا الحب انا ماشي مراهقه باش تبغيني بوان فينال شوف بالبروده قلت ما كتعرفوش تهضروا هكذا كيف خاصك تهضر منو ما الطلاق علاش انا النايضه قلب وقرقشه مفقرقش انا مع الراجل دابا المشكل كاين واحد النوع واحد الفئه من بعد غادي نهضر عليها يكون الله يفعل عليها باش الناس تسمع كيعلموهم كيقولوا لهم الرجال جيبوا لهم البوليس وهذا راه غلط راه غلط انا كنقول لكم هذا المنبر غلط عباد الله اتقوا الله في نفسكم الا ضربك الا تكرفس عليك ضربك سمعش كنقول لك حن عنفك هددك بالقتل اختي سفك راسك اياه من حقك ولكن سيدي لا غاوت وداك الشيء وما ضربكش وداك الشيء وانتي داك واخا الا تخا تقول لي الجيران انتينا دابا كتقول لي الجيران انتينا قبيله قلتي داك نلخلا هو في المطاع ديال الكسيبه وحنا كنعرفوا المطاع ديال الكسيبه فكيكونوا لي فيرم كيكون يعني المطاع كتكون خاليه ما كاينش الجيران وداك الشيء اذا شكون هي الجاره اللي عيطت كيبداو يعمروكم ويعلموكم الطريق الخسره وكتبعوا نتوما في الهاي شمايش وتبعوا في هذا والله حتى يخرجوا عليكم ودابا هانتينا مقرفصه هانتي جالسه في الدرج الجمعيه هو دابا قلنا شي واحد قلنا هادوك اللي قالوا لك عيطوا على البوليس يجيو يهزوك انت جالسه في البرقي دابا مع خمسه د النساء وعشره د النساء والافريقيات والقمول وسخط الله والقشره والرضاين بالما دابزوا عليهم وشي عساس على شي ولا نزلتي شي حاجه ديالك طاروا لك بها وانت في الضله شو الوراق كيتبدلوا ما يتبدلوا الحاله هادي انا النصيحه ديالي للناس الهدوء في العلاقه الزوجيه والفهم فهموا بعضياتنا الراجل ما كيفكرش بحال المراه والمراه ما كتفكرش بحال الراجل الراجل لازم عليه يبدل الساعه والمراه تبدل الساعه واحد فيهم يبدل الساعه اما الا كان غادي نبقاو حنا مع الرجال نجيبو لهم البوليس دوره جوج نجيبو البوليس حنا كلشي غيطلق العالم غيطلق وهاد القوانين هنا الاوروبيه بصح غتقول لهم الو ما طراتو كيقول لك راح يعني اش كتقول هذيك الاخت اش كتقول حبيبه انا عليا مليفه وما عجبتكش بالحجاب ديال مليفه خليني يا حبيبتي انا عجبتني نتمنى الناس تفهم تفهم بنادم اللي كيكون باقي صغير دابا هي 3 سنين قالت لك جرات وتعبت اش غنقول انا اللي مشى 30 عام بنادم كيطيح وينوض الله يصلح امره قولوا امين اللهم تعالى وصبرك يصلح الامر ديالها بقى صغيره بقى داك الواد راه عرفتي شنو غيجوز عليها وبرب الكعبه باش تكبر داك الولد ولا داك البنيه خصوصا البنت هنا في اوروبا هاي هاي مع هاي هاي واه واهات واهات وما ادرك ما الاهات يا عزيزاتي اسمع مني شنو باش نقول لك راني اكثر منك سنا وتجربه وجميع الميادين راه اللي غادي تجوز وغادي تفكرني بوحدك صعيب الحال كيفاش غتخلي هاد العائله غادي تخدم الخدمه ارى القراءه ارى البدايه من الصفر ارى شكون واحد المره غتجبر شكون غيشبروا لك خدامي ما غتجبرش الخدامي على حساب المدرسه المدرسه كيكونوا العطل هذاك الوليد فغتخلي اللي غيشبروا لك خصك تخلص عليه غتقرض هبط يمك يمك في البلاد خاص لها الباستا خاص الباستا العائله تصيفات ما تبقاش تخلصها على بنتك خصك تخلص خاك ولا عندك خواتك ولا كلشي خصو ياكل في الدار ديك العائله وعاد الصداع وعاد الهضره وعاد الصداع وعاد المشاكل انا نقول لك شنو كاين اللهم الا قدرتي تعدل المشكل ديالك هنايا والمسامح كريم وتدخل سوق راسك واحد يزيد هيدا واحد يزيد هيدا ومشي حويط حويط حتى تخرجوا ديك العائله لبر الامان والا فلا ما كنتيش تولد ودهني راسك ما كنتوش تولدوا ما تولدوش بحال هكذا كتشوفوا دابا عاد رجع الراجل قاصح حيتاش من القصر لا اختي ما كاين بو قصراوي قاصح ما كاين لا قصراوي ولا قزاوي قصح هنا قصة التفاهم كلام زايد ما عندنا ما نعملو به الانسان يتفاهم وبنادم كيغلط ماشي مشكل غلطتي بالعكس ولكن تعلم من الخطا
ما تتبعش الهوات الشيطان، ما تبقاش ماشي في هذا الطريق، راه في الاخر مزيدي غتكرفص، ومن غتكرفص راه ما غيعزك حتى واحد صدقني. ويلا جبرتي شي واحد ها وجهي ها وجهك، لا انت ولا هو. هو بعدا غيخرج طويل العرض، لانه هو غيخرج واحد، انت غتخرج جوج انت والبنيه، اما هو غيمشي بوحدو، هو يقدر يعاود الحياه ديالو من جديد، اما انت غيصعب عليك الحال. هي نصيحه كنعطيها لك. اذا نكملوا على الموضوع ديالنا. ما عادش كتقولي واحد الاخت تما 400 الاورو دابا عملت هي. المهم انا الموضوع هذا ما كيهمناش، نرجعوا للموضوع ديالنا الله يخليكم. نعم نرجعوا للموضوع ديالنا. اذا قلنا بالنسبه للمراه، المراه ماشي الواجب ديالها هو المطبخ، يعني تبقى الطباخ وتبقى هذا، وخصها ترد بالها على الصحه ديالها، لان بزاف ديال النساء راه عندهم داك الفكر كتخلي كل شيء وهي محشيه بين الطاب. تصوروا كاين بعض النساء، انا غنعاودكم الحاله ديالها، كتنوض في الصباح راسها ما كديركش تمشطو، كتدخل الكوزينه ارى البقرج ديال القهوه، ارى البقرج ديال الاتاي، نجبد الرغيف اللي كان عندي في الكونخيلادور، وجد العيال ما يفطروا، امشط لهم، دهن لهم راسهم بالزيت الزيتون، اعمل لهم الموالط، اعمل لهم شواكش، صيفطهم للمدرسه، خلاو داك العيال داك المساه داك مقلوبه الكوارع ديالها في السما وكلشي مقلوب. واخ الراجل حتى هو خصو يفطر، خصو الا ماش نعطيوها نعملو تشوبينا، عرفتو شنو هي تشوبينا؟ تشوبينا هي داك الطارو اللي كنعملو فيه الماكله، مشى الراجل خرجو كامله صافي كتبقى هي في الدار، نجمع داك النساء ندخل نجمع البيوت، نجمع تقاشر، ها تقاشر تحت هنا، اعمل هذا، خاصنا كتعمل عينا الساعة، اويلي الواحد هاد النهار علينا يجيو العيال، خاصني نعمل ماكلة، كتجري لديك الطنجرة عاود دخلات لديك الكوزينة، عرفتي الحرب، الحرب، واخ، عملت داك الغدا، فاتو، هبطت كتجري، خاصها تطلع العيال المدرسة باش ياكلوا، لأن الكوميدور غالي، مع المراري ما كيعطيوش الكوميدور هنا كلشي، طلعت كتجري بداك العواوي، وكلاتهم، عاود رجعت هبطاتهم. مصيبه رجعت هبطاتهم، عاود جات كتجمع داك الميسه، جمع داك الطبله، عاود الا كان باقي شي تشفيف، الا باقي شي نشد الحوايج، او يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. المهم كتخلي الدار كامله مجموعه، ها هو ما يجي الزوج نزل له عاود ما ياكل، وي المراه خصها يكون عندها البريس محشي في العنق ديالها وفي الكوارع ديالها، الله يستر عامله بحال روبوت ما كتوقفش. كيفاش هاد المراه غتبقى صغيره؟ كيفاش هاد المراه غتبقى شابه؟ كيفاش هاد المراه غتبقى الطاقه النفسيه ديال النفس ديالها بطاقه عليا؟ كيفاش هاد المراه غتحس بالطعم ديال الحياه؟ كيفاش هاد المراه باش تكون في السعاده وفي الطمئنان؟ هاد المراه الله يسر القلب ديالها غادي يوقف لها. ملي كتجي داك المارب كتمنى غير تاخذ عطيهم داك الشداق باش تمشي تنعس، في الاخر هو اش كيقول؟ ما كتعطينيش الحق ديالي. امرأة فعلا هو قال لك الحق، لان الزواج ديالك واش عطيه الحق ديالو؟ يعطيك الحق ديالك، ماشي هذاك الشيء اللي عملتيه كامل في النهار هو بالنسبه لي له صيرو، وحتى انا كنقول لك صيرو داك الشيء اللي عملتيه،